سليم مرحبا بيك معنا يا اخوي. يعطينا لافي نتاعك في الايفينمون واللي شفتوا الكل. برافو يعطيكم الصحه. تقريبا اكثر من اللي كنا نتوقع الشيء اللي شفناه اليوم. اولاد بركة عليكم ناشطين. قدمت اليوم لازم يتعمل كل هذا هو المحب للنادي بريكو سواء الجمعيات الكل لازم يكون ناشط، لازم يكون يعاون جمعيته ويرفعها، مش يشد وراك لافي ولا وراك بي سي ويسب ولا يعطي في حاجه فين. هذا حبينا الفريق ظهر لي، الناس الكل خدموا في الفريق وظهر لي جاء الوقت اللي يجمعنا الفريق لازم هو يكون عنده الكلمه الصحيحه. اليوم تقريبا عملت كل شيء، الكونسنتراسيون كانت متنوعه، شفنا دي في تي اف، شفنا دي باور عباد تخدم على الباور بوينت، شفنا عباد من نيفو عالي ياسر، قدمتوا حتى حاجه نجم نقولوا مسرحيه حاجه هكا. الناس كل اللي كانوا هنا تقريبا قادوا منبهرين بالشيء اللي شافوه اليوم. برافو مبادره ممتازه جدا منكم انتم ان شاء الله. عملتوا المهم توا، الاهم ان شاء الله تواصلوا خطوه اكيد باش تكون العمل الكبير اللي فيكم، خاطر الناس ولات معلق عليكم امان، حتى قاعد نشوف من خلال التغطيه نتاعنا، قاعد نشوف في الكومنتات حتى على الفيسبوك. لعبات السنه منكم في برشا حاجات ان شاء الله، ربي يوفقكم بما هو فيه خير نادي الفريق. يعطيك الصحه يا سلام، مرحبا بك بحذير.